تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين وسط إقبال متزايد من قبل المواطنين والمقيمين. في هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ حتى ليلة أمس أكثر من 627 ألف شخص، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية أكثر من 491 ألف شخص. هذا وقد جددت الوزارة دعوتها لضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بما فيهم المتطعمون بهدف خفض معدلات انتشار الفيروس.